فشكرا لجميع المؤسسات التي حرصت على المشاركة وأصرت على التميز الإبداعي. كما عرف الموسم الدراسي الحالي الذي نودره تنظيم الدورة الأولى للمهرجان الإقليمي للثقافة والإبداع والرياضة 2024 تحت شعار الإبداع والابتكار في خدمة الهوية المغربية، والتي احتضنت فضاءات قصر فنون بطنجة أنشطة الافتتاحية والختامية، حيث حلق المبدعون الصغار عاليا فأبدعوا وأمتعوا وأقنعوا بالمعدل 19.05 وميزة حسن جدا. ثانية بكالوريا علوم رياضية ألفية فرنسية بمعدل 18.51. العميلي سارة كذلك عن ثانوية محمد أرسلان الخصوصية الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض خيار فرنسية بمعدل 18.33. سيتم الاحتفاء بجائزة التلميذ العسكري الكريم عن ثانوية هي ابن بطوطة. ألف مبروك وننتقل إلى الشعبة التقنية أو الشعب التقنية. حصل الأعلى معدل مديرية طنجة أصيلة 18.34. طبعا كنبغي ندي هاد التفوق هذا للوالدين ديالي اللي وقفوا معايا واللي ما بخلوش عليا وضحوا باي حاجه باش انني نكون هنايا. الحمد لله على التوفيق ديال الله. سي فري كان عام صعب شي شويه، كانوا اضرابات في الاول، ولكن الحمد لله مجهودات الاساسيين ديالنا التضحيات ديالهم حتى هما خلونا اننا نتفوقوا. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه واحد الشكر جزيل للاستاذ نزار بليدان على المجهودات ديالو معنا ولا التضحيات ديالو معنا. حاصلة على أعلى نقطة على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة 19.05 وتلميذة بثانوية تأهيلية بران زهران. بعد حصول على هذه النقطة هذه تم استدعائي لحضور الحفل التميز الذي نظمته المديرية الإقليمية. مشكورة من هذا المنبر على هذه المبادرة التي من شأنها أولا إعلاء الهمة ديال التلامذة اللي مقبلين على البكالوريا، وطبعا تشجيعنا حنايا المزيد من التألق والرقي إن شاء الله. أنا جد سعيدة بهذا التتويج وجد سعيدة حيت خليت والدي فخورين مؤسسة ديالي والحمد لله. حاصل على أعلى معدل بمسلك العلوم الشرعية بميزة حسن. أولا وبداية أود أن أشكر المديرية الإقليمية على هذا الحفل الرائع تكريما لها للتلاميذ المتفوقين، وهذا فعلا ما يزيدنا إلا فخرا وسرورا، ونطمح إلى الأفضل إن شاء الله في المستقبل القريب. هذا النجاح وهذا التميز أهديه بالدرجة الأولى إلى والدي لأن لهما الفضل الكثير علي. وثانيا نشكر الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسة مولاي سليمان وأسرة التعليم بأكملها. أنا جد سعيدة بهذا الإنجاز لأني حاصلة على معدل 14.94 الوطني 14.74. كنهدي هاد التميز هذا وهاد زعما هادشي اللي وصلت له للوالدين ديالي اللي ساندوني دائما والاساتذه ديالي اللي عاونونا وكانوا كيحفزونا دائما اننا نبذلوا مجهودات اكثر باش نوصلوا لاكبر المناصب. وشكرا بزاف. لحظات ما اعتقد انها تقتحم الادرس من ذوي الهمم العاليه الذين يتحدون الصعوبات ويتفوقون ما شاء الله بهذه الطريقه ويحصدون كل هذه التسليقات وقوفا ستزداد همتك وستتصاعد نتائجك باذن الله. جيت لطنجة في 2016، انقطعت من الدراسة في 2013، وديت إعادة دخلت نقاط التاسعة، من بعد ما ديت التاسعة ديت إعادة إدماج في الثانوية المرابطين مع أستاذ حنان، من بعد قريت السنكام والسيزيام وديت أمن باك. صراحة دينا نقطة مزيانة اللي هي 15 في
19.35 صراحة كنقول الناس اللي ما نجحوش يديروا واحد المجهود ان شاء الله العام الجاي يكون احسن. شكرا. نتواجد اليوم في هذا الفضاء الأنيق من أجل إحياء حفل التميز السنوي، وهو حفل للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ اللي حققوا نتائج متميزة في الامتحانات الإشهادية، وكذلك مجموعة من الأنشطة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. هذه السنة هذه عندنا مجموعة من التلميذات والتلاميذ اللي كانت عندهم نتائج متميزة جدا. بطبيعة الحال هذا النوع من النتائج هو بفضل المجهودات اللي بذلوها هؤلاء التلاميذ والتلميذات، وكذلك بفضل الانخراط المتفاني للأساتذة والأستاذات في الفصول الدراسية، وفي نفس الوقت بفضل التتبع عن كتاب للآباء والأمهات وأولياء التلاميذ لفلادة أكبادهم. حققنا هذه السنة 54% كان نسبة نجاح بالنسبة للبكالوريا. معدلات الابتدائي والإعدادي كذلك كانت متميزة مقارنة مع السنة الماضية. حققنا كذلك المرتبة الأولى وطنيا في بعض المسابقات الوطنية كالكاراتيه كالرياضة.